استاذ محمد، فرص الزواج للمرأة المطلقة بدون الأطفال أكثر من انه عندها أطفال. اطفال كثير صحيح. كثير صحيح. من المجتمع يقولها خلي جهالك يم اهلك وديهم رجلك يلا الزواج. ليش معترضين؟ يعني الام انا اقولها ناخذ منك اطفالك عم متزوجين، مو بهالطريقه بس يقول هذا القول. هذا القول وهذا القول. تريدين تتزوجين اخذ منك اطفالك، مو بس المطلقه حتى الارمله. ويقول لك حالات الطلاق زادت من وراء وحجاوبك هذا القانون وحيزيد حالات الطلاق كثر اضعاف. كيف؟ راح اقول لك كيف. شلون؟ بس اولا مو بس المطلق، حتى الارمله. الارمله بتتزوج الحضانه تروح للجد. الارمله حتى الارمله؟ حتى الارمله اذا تزوجت الحضانه تذهب الى الجد. حتى الارمله في هذا المقترح النقطه الساسه. صحيح صح، واحنا عدلنا عليها وقلنا الام احق، الام حق بعد وفاة الأب. هسه أنا أحكي برلمان، نحكي برلمان. مجلس النواب اعتمد هذا. ومجلس النواب يقول بعد قراءة أولى. نعم بعد قراءة أولى. بس اللي قالوا الأرملة إذا تتزوج تروح للجد، يعني حتى اللي استشهد زوجها استشهد، هذه ما يصير تتزوج. وإذا تزوجت أخذ منها الأطفال. الزواج اللي هي حرية شخصية وحق قانوني أنا سويته ممنوع بهذا القانون، والأب خليه يتزوج أربع مرات قدامها. يا ربي. إي هذا المقترح. زين كيف هذا القانون راح يزيد حياة أكثر أضعاف؟ راح نعطيك أسهل الخيارات. الضعف الأول إذا شرع هذا القانون يقول كل واحدة متزوجة يسحب منها الأطفال، صح لو مو صح؟ صح صح. شكوا واحدة متزوجة راح تطلب الطلاق على متحافظ على أطفالها. هي متزوجة، مطلقة متزوجة أو أرملة متزوجة وصدر هذا القانون راح تطلب الطلاق فرضا على متحافظ على اطفالها. هم فعلا هاي نقطه. هم فعلا صحيح. هاي نقطه جاي هذا ضعف. راح يقول لك قل اخوي انا زوجتك هاي اخوي. اه انا وانت الله وياك. اي سجل عندك قاعدين جاوب استاذ. روح الله وياك راجع لاهلي وماخذ جهالي. هاي صارت. راح اعطيك الضعف الاخر. نريد نستر على بنات العالم راح نعطيك. راح اعطيك الضعف الاخر. رجال هسه حاليا اذا يريد يتزوج مره ثانيه لازم موافقه الاولى، صح لو مو صح؟ اكيد صحيح. موافقة الأولى هاي مصيبة. اي ما تخلون الوادم تتزوج. هسه جايك الرجال يطلق بكلمة، صح لو مو صح؟ صح بكلمة يطلق، مو مثل الزوجة تروح سنة للمحكمة. لا صح. بكلمة واحدة يقول أنت طالق قدام شو سنين طالق. الرجال ابن أمه 8 سنين وراد يتزوج واحدة ثانية، إيه ليش يبلغ الأولى؟ خو بطلقها وآخذ طفلي وياي واتزوج، صح لو مو صح؟ في حال الحضانة إله في إذا هذا صدر وابن أمه 7 سنين أنا ليش دا أبلغها؟ شفت لي واحدة حلوة، ليش دا أبلغ زوجتي الأولى؟ دخل أطلقها وأخذ الطفل وياي وأروح أتزوج. بس معقولة هيك القانون يعني سائب سائب يخلي 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 بكيف الرجل كل شيء؟ هذا 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 النص هذا اللي يأكد كلامك وين موجود؟ بيا نقطة سريعا. هنا أنا ايش دا أقول؟ حتى أروح للستريم. إي النص يقول، النص يقول بأن شروط الحاضنة عدم الزواج مطلقا، لكن الأب متزوج غير متزوج ما له علاقه، ياخذ الحضانه ياخذ الحضانه. يعني حتى اذا كان متزوج ياخذ وعنده اطفال ياخذ الحضانه. اذا متزوج وانت من زوجته الثانيه 5 اطفال ياخذ الطفل السادس من زوجته. طيب.